بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخير. أما بعد، حياكم الله جميعا أحبة الطلبة. طبعا عدنا والعود أحمد في شرح موضوع المحول الكهربائي، اللي بيصير في المحول الكهربائي، المشاكل اللي بيسببها وشو فائدته. هذا الآن احنا ما وضحنا هذا الموضوع، لكن بالرد نوضح هذا الموضوع بشكل أفضل. انت بتعرفوا تيار الاي سي والدي سي؟ الدي سي وضحناهم بس نظرة مبدئية. كنا نحكي إذا كان التيار مستمر ثابت ما بتغير مقداره ولا بتغير اتجاهه، كنا نحكي عنه دي سي. بينما إذا كان التيار متردد يعني بتغير مقداره اتجاهه، شو بنحكي عنه؟ اي سي. يعني عليكم الآن هذا فاهمينه، بس إحنا واجهنا مشكلة كبيرة، إني لما بدي أنقل التيار لمسافات طويلة، التيار اللي طالع من شركات المستمر، طالع مثلا من شركات الكهرباء، طبعا كان في ملحمة بين أديسون ونيكولا تسلا، أديسون ملك التيار المستمر ونيكولا تسلا ملك التيار المتردد، كان ملاحم بيناتهم، كل واحد بيحاول يبين انه لا انا افضل، انا افضل، بيبين سلبيات الاخر وبيبين ايجابياته نفسه. فالملاحمة استمرت لسنوات، بالاخير فعليا اللي سيطر على العالم كله مين؟ عمك نيكولا تسلا في التيار المتردد. هسه بنحكي شو سبب سيطرته الأساسية. الفكرة ضياع الطاقة. التيار المستمر لما بيمشي لمسافات طويلة بده يطلع من محطة توليد الكهرباء، بده يطلع للبيوت، بده يمشي عشرات الكيلومترات. للأسف بيواجه مشكلة بسيطة. شو هي؟ هي مش بسيطة، مشكلة كبيرة، إنه خلال حركة التيار في السلك، طول السلك كثير طويل وبضلك تطول عليه المسافات، وتطول المسافات يعني الطول كثير كبير، معناته المقاومة كبيرة، وهذا الاشي بيسبب انه اشكالية كبيرة. شو هي؟ انه انا بفقد جزء كبير من الطاقة خلال حركتي، انا تيار خلال حركتي لمسافات بعيدة بفقد جزء كبير من الطاقة. فالموضوع ما عجب الشركات، لانه انا يعني هيك انا بدي ارفع فاتورة الكهرباء بالالاف عشان الحق الطاقة اللي بخسر فيها لما نقولها للناس. فما وفى مع الناس صراحة، فقالوا يا عمي يعني احنا من ظننا كل ما ننقل الطاقة الكهربائية لمسافات كبيرة بسبب المقاومة. انت بتعرفوا ليش؟ لانه الار عبارة عن شو؟ رولا، صح؟ ممتاز. فكل ما كانت المسافة طول السلك طويل انك تنقل التيار وتحرك الشحنات خلال مسافات كبيرة، يعني طول كبير للسلك، كل ما كانت المقاومة كبيرة، وهيك الله يعطيك العافية انت قاعد تفقد جزء كبير من الطاقة خلال، يعني جزء كبير من الطاقة يضيع او يفقد في الاسلاك الناقلة، يعني يحدث فقد كبير. فقالوا هذا الاشي ما بيصير، فاحنا بدنا نقلل من هاي المشكلة، فصاروا يعتمدوا على تيار الاي سي، التيار المتردد. ليش؟ عشان له فائدة اساسية بتحل المشكلة. من هو المحول؟ في جهاز حل المشكلة، زي ما بقول هذا ثورة العصر، كان المحول الكهربائي. المحول الكهربائي باختصار بسيط عبارة عن شو؟ عبارة انه حاط لك قلب حديدي، هذا القلب الحديدي موجود فيه ملف لولبي ابتدائي وملف لولبي ثانوي زي ما انتم شايفين. ممتاز. الان هذا المحول طبعا بتدخل، هسا خذها قاعدة، في انبوت، تمام، يعني بتدخل تيار، في اوتبوت بتطلع تيار وجهد طبعا زي ما انتم عارفين. فاللي بيصير انه في الملف الابتدائي بشبك المحول بمصدر الجهد المتردد. شو يعني مصدر جهد متردد؟ يعني مش زي البطارية، البطارية مصدر جهد مستمر يعني ثابت، يعني ما بتغير مقداره. بتلاقي مكتوب على البطارية زي هيك، بتلاقي مكتوب مثلا 220 فولت، خلص 200 فولت، هذا ثابت جهده ما بتغير. مصدر الجهد المتردد يتغير مرة 200 فولت مرة يعني متردد، يعني يتغير اتجاهه مقداره، هذا معنى متردد. فالآن نرجع لكلامنا. فاللي بيصير انك انت بدك تفهم مما يتكون المحول، بعدين تفهم شو آلية عمله وشو مهمته الأساسية، بعدين تفهم يعني شوف كيف حل المشكلة. فقال لك انت من شركة الكهرباء بدها تستخدم المولدات الكهربائية حتى تولد فرق جهد متردد، وبالتالي فرق الجهد المتردد يولد تيار متردد، فرق الجهد المستمر يولد تيار مستمر. شكرا لك. التيار المستمر ما بدي اياه، انا بدي احكي عن تيار الاي سي اللي هو المتردد. فحل المشكله طبعا في الدرس الثاني رح نتعامل مع الموضوع بشكل اكبر. حطوا فرق الجهد المتردد، شايف كيف بيرمز لرمزه؟
احنا كنا نرمز للبطارية زيك، هذا يعني فرق جهد ثابت اللي هو قوة دافعة ثابتة، تمام؟ هون يعني زي كان انت عندك جهد ثابت هون مستمر، هون لا، هون رمز الجهد المتردد. شفتوا كيف شكل مصدر الجهد المتردد؟ اما مصدر الجهد المستمر زي البطارية هيك شكل البطارية، عادي عادي جدا هيك شكل البطارية. هذا الشكل مصدر الجهد المتردد، شبكوه بالملف الابتدائي. الان انت هون انبوت، انت هون دخلت جهد معين بتيار يعني دخل لك تيار متردد معين، صح؟ دخلت جهد متردد معين، تمام؟ يعني جبت مصدر جهد متردد وبالتالي دخل لك تيار متردد فتكون مجال متردد. خلي الحكي هذا. هذا الطرف الملف الثانوي راح يطلع لك، تمام؟ ركز، اكيد ما راح يطلع لك جهد ثابت، لا لا لا، هذا راح يطلع لك جهد ايضا متردد. يعني لو انت حكيت انا هون حطيت جهد متردد واحد، طب هو طلع لي جهد متردد ثاني، يعني انا دخلت جهد هو طلع لي جهد، شو استفدت؟ فائدة المحول انه اما يخفض الجهد واما بيزيد الجهد. يعني ممكن انت دخلت جهد 200,000 فولت، طبعا الجهد متردد، مصدر جهد متردد 200,000 فولت. طيب ال 200,000 فولت لما اشبك على المنازل بتنحرق المنازل، ما بيزبط معي، في مشكله كبيره هيك. كيف حلينا المشكله؟ المحول الكهربائي تلاعبنا بعدد اللفات، وبالتالي راح يكون الجهد الناشئ هون غير الجهد اللي خارج هون، يعني جهد الانبوت غير جهد الاوتبوت، راح نشرحها بشكل اكبر. فبصير انا ممكن اخفض ال 200,000 فولت ل 220 فولت. شوف شو عمل المحول، شو عمل؟ خفض الجهد، فيصنع محول خافض للجهد المتردد، جهد متردد لسه. طيب يا استاذ معاذ، ممكن يكون جهدك هون صغير انت بدك تكبره، فمحول رافع للجهد المتردد. يعني مهمة المحول الأساسية هي، أو مهمته الأساسية إنه خفض الجهد أو رفع الجهد بناء على الإشي اللي أنت بدك إياه. طيب هسا إحنا عرفنا شو المهمة الأساسية للمحول. طيب لسه هسا رح نفهم شو آلية شركة الكهرباء، وكيف شركة الكهرباء بتخلي الكمية المفقودة من الطاقة قليلة جدا خلال نقل التيار، صح؟ الآن شو آلية عمل المحول؟ بيعتمد في آلية عمله الأساسية على فكرة الحث الكهرومغناطيسي. شوف شو اللي بيصير. اولا افهم شغلي كيف اللي بيصير. جبت مصدر تيار، مصدر تيار متردد، يعني انت من الاخر جبت جهد متردد، مصدر جهد متردد بيعطيك تيار متردد، شبكته على الملف الابتدائي، احسنتم، وهيو جهد دلتا في واحد. الملف الابتدائي فيه لفات معينه عددها ان واحد، ما في مشكله يا استاذ ماي. الان الملف الابتدائي بسبب جهد التيار المتردد، بسبب مصدر يعني الجهد المتردد اللي شابكه هون، راح يطلع تيار، وهذا التيار المتردد يدور في الملف اللولبي، صح؟ الان في شيء لازم تكون فاهمه، حدث تغير في التيار لانه تيار متردد، وبالتالي اكيد حدث شو؟ تغير في المجال، اكيد. ما هو التيار تغير، المجال تغير، بالنهايه المجال يعتمد على شو؟ يعتمد على التيار. هاي قاعده منطقيه انا بشتغل عليها. اذا فورا هذا التغير في التدفق، يا عيني عليكم، ممتاز. الآن أصبح هنالك مجال ناشئ عن هذا الملف الابتدائي يخترق الملف الثانوي. طب هو سؤال، هذا المجال هون شو ماله؟ متغير، لأنه أصله تيار متغير. حط تيار ثابت ينشأ مجال مغناطيسي ثابت، حط تيار متردد ينشأ مجال مغناطيسي متردد. شكرا لك. الآن القلب الحديدي بتلاقيه خطوط المجال تخترق هذا القلب الحديدي وتصل إلى الملف الثانوي، فيحدث تغير في التدفق أيضا في الملف الثانوي. يعني هيك صار التغير في التدفق الحاصل في الملف الابتدائي هون، وهون في تغير في التدفق حاصل في الملف الثانوي. طبعا الملف الثانوي هي ان اثنين عدد لفاته، الملف الثانوي راح يطلع عنه جهد متردد. هسه حسب انت يا خفضته يا عليته، هذا الجهد المتردد بتشبك على الجهاز اللي بدك اياه. يعني لما تروح على المحول اللابتوب، مش اللابتوب مع شاحن، هذا الشاحن عباره عن محول بيستقبل جهد معين بحوله حسب شو بده اللابتوب. فبتلاقي كمثال بسيط بقول لك والله انا ادابتر محول، مهمتي باختصار بسيط اني استقبل جهد معي من 300 فولت مثلا ل 50 فولت. فبمسك هذا الجهد شو بنزله؟ ل 19 فولت، هذا هو المناسب لللابتوب.
يعني هو خفض الجهد. طيب ممكن انت تحط على المحول على جهد 500 فولت بينحرق، بقول لك انا بني ادم الي حد اقصى بستقبله، اكثر منه ما بقدر. وصلت؟ طبعا انتم بتعرفوا كهربة الدور تيارها متردد لانها جاي من شركة الكهرباء. هسا بنحكي مندردش هيو جايين على الموضوع براحتنا، شايفين؟ هيو جايين على الموضوع كامل، هيو رح نفهم الموضوع كامل باذن الله كيف بيصل البير شو علاقته. فبيقول لك المحول يعني عنده جهد اقصى بيقدرش يتحمل اكثر منه، خلص مكتوب مثلا مكتوب بيكون عليه من 50 ل 200 ل 300 فولت. انه اذا كان مصدر جهد البيت اكثر من 300 حطيت عليه محول بيفجر ما بيستقبله. طب هو بالعاده كل دور اردن تقريبا 220 حسب علمي، فلما تحط عليه المحول خلص بيستقبل 220 بخفضها ل 19 فولت او 20 فولت زي ما بده جهاز اللابتوب وبيشتغل جهاز اللابتوب. اما اذا قطعت سلك المحول رحت حطيت الشاحن فورا على اللابتوب بدون محول بينفجر، لانه اللابتوب بقول لك انا باشا 20 فولت خلاص كثر الله خير الله يعطيك العافيه اكثر من هيك ما بقدرش. فاللي صار انه المحول خفض لك الجهد لجهد متردد اصغر او انه رفع لك الجهد لجهد اخر حسب شو ما بدك انت بتنقي. الان التغير في التدفق الحاصل في الملف الابتدائي هو نفس التغير في التدفق الحاصل في الملف الثانوي، لانه نفس الدلتا بي هون حصلت نفس الدلتا بي هون ما في مشكله. طب ما هو سبب التغير في المجال هون؟ تغير التيار. يعني اذا شبكت بطاريه عاديه على الملف الابتدائي هل يتكون هنا يعني بتقدر تخفض الملف الجهد؟ لا. انا اقول لكم ليش. هو الفكره اعتمد على حث الكهرومغناطيسي، يعني اعتمد على تغير التيار. تغير التيار معناته تغير المجال، فصار في عندك قوه دافع حثيه هون واحد بسبب التغير في التدفق الاول هون. الان خطوط المجال بسبب القلب الحديدي اخترقت ايضا الملف الثانوي، فحدث هنا تغير في التدفق وايضا قوه دافعه حثيه اثنين كمان، فيش مشكله. الان احنا اتفقنا على هذا الموضوع وما في اي مشكله ابدا ابدا ابدا. يعني الاليه اللي صارت كالاتي، يرمز لي مصدر فرق الجهد المتردد بالرمز هذا، شايفينه؟ بحط لك دائره زي كان فو شاولين، ما في مشكله. تمام، الان هاي اتفقنا عليها، وانه مصدر الجهد المتردد يزود الملف الابتدائي بتيار متردد فينشا عنه تغير في المجال، فينشا عنه تغير في التدفق يسبب قوة دافعة حثية واحد لنا في الملف الابتدائي. هذا التغير في المجال يخترق الملف الثانوي فيحدث تغير في التدفق في الملف الثانوي فينشا عنه قوة دافعة حثية اثنين. التغير في التدفق في الملف الابتدائي نفس التغير في التدفق في الملف الثانوي. طب مين اللي احتوى خطوط المجال وخلاها متطلع؟ القلب الحديدي. هاي فائدته. قلبك حديد ولا لا؟ والله شك النص فينش. الان حسب القانون اللي اشتغل علينا فرق الجهد اللي هو القوة الدافعة اللي انا موجودة عندي اللي هون في الملف الابتدائي على قانون فارادي. انت بتعرف قانون فارادي؟ قوة دافعة حثية تساوي سالب ان التغير في التدفق الحاصل على دلتا تي، صح؟ ف بدك القوة الدافعة الحثية المتكونة في الملف الأول هي نفس القوة الدافعة الحثية المتكونة في الملف الثاني. طيب لا يا سيدي مش نفسها. مين قال لك نفسها؟ الجهد اللي هون مش نفس الجهد اللي هون. أنا حكيت هما نفس التغير في التدفق تمام، لكن أنا ما حكيتش هما نفس القوة الدافعة الحثية اللي هون. يعني القوة الدافعة اللي هون مش نفس القوة الدافعة اللي هون، في فرق بيناتهم. أنت كان كبير صغرته أو كان صغير كبرته، فاهم علي كيف؟ بس أنا بدي أتفق على ملاحظة جوهرية. مش انت اتفقت على هاي النقطة وحكيت لي خلص فرق الجهد المتردد هون اللي دخلته في الملف الابتدائي على قانون فارادي عبارة عن سالب ان واحد دلتا تغير في التدفق على دلتا تي، صح؟ خلي لي التغير في التدفق موضوع القانون راح يطلع معك زي هيك. شو اللي عملته انت؟ انت هيو اسمع، انت ولا اخترعت علم جديد ولا بطيخة جديدة. قلت لي بناء على قانون فارادي اللي تعاملت معه سابقا فرق الجهد المتردد عبارة عن سالب ان التغير في التدفق على دلتا تي، قلت لك خلي التغير في التدفق موضوع القانون، فرحت انت ضربت بمقلوب الان على دلتا تي، بس هذا اللي صار. طلع معنا التغير في التدفق في الملف الابتدائي هون. الان القلب الحديدي اخترق المجال وبالتالي هذا المجال وصل للملف الثانوي زي ما احنا عارفين، فحدث في الملف الثانوي ايضا تغير في التدفق. طيب ما في مشكله، فاصبح التغير يعني هنالك يعني زي ما بتقول قوة دافعة كهربائية، مش قوة دافعة كهربائية عشان اريح راسنا، يعني اصبح انه هنالك فرق جهد متردد ايضا بين طرفي الملف الثانوي. بمعنى اخر انه قوة دافعة حثية اثنين عبارة عن سالب ان اثنين دلتا تدفق على دلتا تي. مش قلنا هم نفس دلتا التدفق؟ طيب خلي لي هون التغير في التدفق هون موضوع القانون نفس السيناريو يرجع. طلع هيو
طيب يا سيدي، ما في مشكلة أبدا، هذا فقط كإثبات، فقط كفهم، هذا فقط كإثبات، ما توجع رأسك حاليا لسه، كإثبات عشان أطلع لك بس القانون هذا بكون فهمه. فإحنا قلنا هذا التغير في التدفق في الملف الثانوي، فحكينا التغير في التدفق في الملف الابتدائي هو نفس التغير في التدفق في الملف الثانوي. كم التغير في التدفق في الملف الابتدائي؟ هيو دلتا في واحد دلتا تي ان واحد، دلتا في واحد ضرب دلتا تي على ان واحد. كم التغير في التدفق في الملف الثانوي؟ هيو دلتا في اثنين ضرب دلتا تي على ان اثنين، صح؟ يا عين عليكم، انا وياكم عارفين هاي الشغله، انه شو اللي بيصير؟ نفس الدلتا تي نفس الدلتا تي راحوا. وصلنا لهي الملاحظه، وصلنا لقانون فرق الجهد بين طرفي الملف الابتدائي اللي هو الجهد المتردد على عدد لفاته يساوي فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي على عدد لفاته. يعني صفت من الاخر عبلاطه في واحد على ان واحد تساوي في اثنين على ان اثنين. هذا الخاص بمين؟ بالمحول. لاحظ انه اذا تم التلاعب بعدد لفات المحول تقدر تتحكم بالجهد اللي بدك تطلعه، يا خافض تخفضه يا رافع ترفعه. بس طيب انا فهمت هذا الاشي وامورنا فله شمعة منورة ما فيش مشكلة ابدا. بدنا نشوف هون ملاحظات بسيطة. لو انا افترضت انه شركة الكهرباء بتقول لك والله يا معلم طلع شو اللي بيصير في البيوت، عشان هسه بقول لك يعني اقول لك والله بدري على الخطوه هاي، لسه بدري، خلينا يعني خطوه خطوه. فاحنا زي هيك الاثبات هي عملناه وطلعنا هذا القانون المختصر البسيط، شايفينه اللي هو دلتا في واحد على ان واحد تساوي دلتا في اثنين على ان اثنين. عدد كبير من الطلاب بيلتخم فيه، بتقدر تعمله خلاص. بدل ما تعمل لي في واحد على ان واحد تساوي في اثنين على ان اثنين، بتقدر تظبط الفورما، تظبط السؤال، تعمل ضرب تبادلي وترتبه بحيث انك تطلع في واحد على في اثنين تساوي ان واحد على ان اثنين. بالنهاية هاي ثاني وهي ثاني، استخدمت هذا القانون صح، استخدمت هذا القانون ايضا صح، وكلاهما صحيح، ما في مشكلة، المهم نفس القانون بس اعد الترتيب وبس. طيب يا سيدي فيش مشكلة. الان خلينا نفهم الموضوع اكثر. بعد ما اتفقنا على هذا القانون الاساسي 100% وقلنا ما في اي مشكلة، هسا بدنا نصير نحدد للطالب بس اعطيه محول ويعرف عدد لفاته. كيف بدي يعرف انه هذا المحول رافع للجهد؟ يعني اذا بتدخل عليه اي جهد بيرفع لك اياه، ولا خافض للجهد؟ اذا بتدخل عليه اي جهد بيخفض لك اياه، بناء على عدد اللفات. طلع شو بقول لك؟ اذا عدد لفات الملف الثانوي اكبر من الابتدائي، معناته اكيد الجهد اللي راح يخرج الملف الثانوي راح يكون اكبر من الجهد اللي بتدخله الابتدائي. يعني هون انت خرجت جهد اكبر من اللي دخلته، معناته هذا شو؟ رافع للجهد. شفتوا كيف مبسطها؟ رافع للجهد. يعني من الاخر اللي فهمناه، لما انت تزيد عدد لفات الملف معناته انت شو بتكون؟ جهدك اكبر بتخرج. فانت لما تيجي تحكي لي تعال بدي اشوف هون هذا شو نوعه، بتحكي لي تعال مين عدد لفاته اكبر، ان واحد ولا ان اثنين؟ تحكي لي ان واحد اكبر من ان اثنين، يعني جهد واحد اكبر من جهد اثنين، معناته هذا خافض. ليش؟ لانه جهد المصدر اللي دخلته الملف الابتدائي كبير، فهو شو صار هون؟ صغر، لانه عدد اللفات قل، يعني عدد لفات الملف الثانوي اقل، معناته راح تطلع جهد اقل، فصفه هذا خافض للجهد. كيف بدي اعرف؟ حسب عدد اللفات. اذا انت لقيت عدد لفات الملف الابتدائي اكبر من الثانوي، معناته الجهد الابتدائي اكبر من الثانوي، والعكس صحيح. اذا لقيت عدد ملفات الثانوي اكبر من الابتدائي، معناته الجهد الطالع من الثانوي اكبر من الجهد الداخل للابتدائي. فلخص لك اياها انه انت عندك هذا المحول رافع للجهد. طب بلكي عدد لفات الملف الابتدائي اكبر من الثانوي، معناته اكيد جهد راح يكون اكبر من الاوتبوت الاخراج اللي هو الاكبر من الجهد اللي بيطلع من الملف الثانوي، معناته هذا شو؟ يعني انا جهد كبير في الملف الثاني راح طلع لي جهد اصغر مني، يعني انا خفضت جهده، خافض للجهد. شو سوى هذا المحول؟ خافض للجهد. طيب ما فيش مشكله. هسا قلنا في قاعده في نقل الطاقه، انت في عندك ملف ابتدائي في عندك ملف ثانوي، تمام. الفكره في المحول، اذا كان المحول مثالي هو لا يفقد طاقه نهائيا، معناته من الاخر كمية الطاقة اللي بنقلها خلال زمن معين اللي بتدخلها راح تكون نفس كمية الطاقة الخارجة عن نفس الزمن، ما في مشكلة. يعني انت دخل 100 جول بتلاقي 100 جول، دخل 100 جول في الثانية بتلاقي 100 جول في الثانية، هذا محول مثالي ما ضيع طاقة. اذا حقق هذا الشرط معناته انت زي كأنك حكيت انه القدرة محفوظة. انتوا فاهمين شو اللي بيصير؟ انت نقلت طاقة، يعني انت جيت على جهاز
دخلت له 100 جول خلال ساعة، إذا طلع لك 100 جول خلال ساعة فبتحكي هذا حافظ بالطاقة مثالي، ما ضيع طاقة نهائياً. يعني هو حقق شرط بسيط، إذا كان المحول مثالي فوراً، إذا كان المحول مثالي تعرف إنه قدرة الداخلة نفس القدرة الخارجة. هاي قاعدة حطها في بالك دائماً. القدرة الداخلة نفس القدرة الخارجة، شو معنى؟ يعني كمية الطاقة الداخلة خلال زمن معين هي نفس كمية الطاقة الخارجة خلال زمن معين، لأن القدرة عبارة عن إي عدل تي، صح؟ نعم. الآن في المحول المثالي، هذا متى؟ هذا ما فقط في المحول المثالي، إلى غير المثالي بطبوشك حرفياً، ممنوع. غير المثالي بيفرق الموضوع، غير المثالي 100% في الوضع الطبيعي أنت بتعرف أنك الطاقة اللي بتدخلها رح يحدث فقدان، فرح تكون الخارجة أقل من مين؟ من الداخلة دائماً. فإذا أنت دخلت 1000 بتلاقي الخارجة 800-900. فدائماً في الوضع الطبيعي إذا ما كان مثالي قدرة الأول بتكون أكبر من قدرة الثاني، يعني أنه الطاقة اللي دخلتها أكبر من الطاقة اللي طلعت. بس فالآن إذا قدرة الداخلة نفس قدرة الخارجة، معناته أنت عارف القدرة IV، قدرة V تربيع على R، وقدرة IV وقدرة I تربيع R، بدي أخذ الIV. قدرة الداخلة يعني I1V1، قدرة الخارجة يعني I2V2. شفتوا هاي القاعدة؟ هاي اللي شغال عليها، خليكم عارفينها، يعني خليكم بصمين، يعني مش مضيعينها، لأن هاي بتفيدكم، هاي القاعدة بتفيدكم على الآخر. بس طلع بنوضح لكم شو اللي بيصير بالضبط. إذا كان عدد ملفات الملف الثانوي أكبر من الملف الابتدائي، فإحنا اتفقنا على إنه إذن خلاص الجهد الخارج أكبر من الجهد الداخل، يعني هذا محول رافع للجهد. فورا التيار بيكون عكسه. كيف عكسه يا أستاذي؟ التيار عكس مفهوم الجهد من الآخر. شيء عكسه تفضل، مش القدرة الداخلة عبارة عن، لا اسمع اسمع شوي، قدرة الخارجة عبارة عن شو؟ عبارة عن I2V2، صح؟ طيب أستاذ معاذ، يعني خليني الجهد موضوع القانون، مش بيصير عبارة عن قدرة على التيار؟ القدرة الثابتة شو العلاقة بين الجهد والتيار؟ علاقة عكسية عند ثبات القدرة، معناته لما يكون المحول رافع للجهد راح يكون خافض للتيار، معناته لما يكون خافض للجهد راح يكون رافع للتيار، لأنه معكس بعض. يا عين عليك، بزبطش رافع للجهد رافع التيار، مستحيل. هذا الحكي وين؟ هذا الحكي فقط، هي طلع في المحول المثالي فقط. تقعد تحكي بتطبق هاي القاعدة، إذا مش من إذا المحول مش مثالي ممنوع تطبق هاي، خلاص بس بتشتغل على هاي، إذا المحول مش مثالي بس بتشتغل على هذول. شافهم؟ دير بالك، هسا رح تطبق وتفهم رياضيا أكثر وأكثر 100%. يعني الطالب عشان ما يكون يعني متخربط، اعرف إنه إذا رافع للجهد هو خافض للتيار، إذا خافض للجهد هو رافع للتيار. فالآن السؤال القوي، كيف ممكن الأسئلة تيجي على هذا النوع؟ أنا بحكي لك كيف. في البداية قبل ما أبلش في هذا السؤال، بدي يعني قبل ما أبلش في المسائل الرياضية لازم ألخص لك الموضوع بشكل كامل عشان تكون أنت فاهم شو اللي بيصير بالضبط، تكون عارف في إشكالية مش في إشكالية، الأمور ماشية في غلط. طبعا هاي مادة الصف التاسع، أنسوكم منها، كنت أشرحها للصف التاسع. اللي بيصير كالآتي، أنا عندي عشان تكون فاهم 100% إنه أنا بعرف في واحد، ارجع كمل الخط، انا بعرف في واحد على في اثنين تساوي ان واحد على ان اثنين. حبيت تحفظ هذا القانون خير وبركة، حبيت تحفظ اخوه الثاني نفس الشيء، على في واحد على ان واحد تساوي في اثنين على ان اثنين، كلاهما نفس الشيء عشان تكون بالصورة، يعني اعطيكم دليل انهم نفس الشيء. تعال معي بالله، اعمل ضرب تبادلي، بتصير في واحد ان اثنين تساوي ان واحد في اثنين، صح؟ طيب اقسم على ان اثنين، اقسم على ان اثنين، صح؟ دقيقة انا دخلي بالضبط. طيب ممتاز عادي، هاي باي باي، صح؟ هاي في واحد تساوي ان واحد في اثنين ان اثنين. طيب اضرب بمقلوب الواحد ان، واضرب بمقلوب الواحد ان واحد، فباي باي، صح؟ صفت في واحد عن واحد تساوي في اثنين عن اثنين زي ما هي، عادي جدا. دير بالك، يعني انت احفظ واحد منهم عادي، ريح راسك، ما في داعي تغلب حالك، خلاص تمام فيش مشكلة. في حال كان المحول شو ماله مثالي، انا اعرف القانون فورا، اذا كان المحول مثالي فالقدرة الداخلة نفس القدرة الخارجة، معنى هذا الكلام I1 V1 تساوي I2
في 2 صح ولا لا؟ تمام. طيب 100% الآن نحكي على القواعد اللي تعملنا معها. إذا كان المحول عدد لفات الملف الابتدائي أكبر من عدد ملفات الملف الثانوي، معنى هذا الكلام إنه خلص الجهد الأول أكبر من الجهد الثاني، يعني الجهد الداخل للمحول أكبر من الجهد الخارج، يعني هو خفض الجهد. أكيد التيار راح يكون عكسه. وضحت لكم ليش عكسه. التيار الأول أصغر من التيار الثاني. إذا كان الجهد الأول أكبر تياره أصغر، من أنتوا بتعرفوا. إذا بدك تقيس على القانون، هون كان جهد صغير كبرته، معناته هون ترى كيف، جهد صغير كبرته، معناته اسمع إذا تيار كبير راح تصغره. فخذوها دائما قاعدة أبدية إنهم اثنين عكس بعض بالنسبة التناسب. كيف يعني؟ عشان نكون فاهمين 100%، إحنا حكينا إذا القدرة نفس الداخل لنفس الخارجة، ثبت القدرة، فراح تلاقي إنه علاقة الجهد والتيار علاقة عكسية. يعني إذا أنت الجهد كبرته راح تقدر التيار. فهون من الآخر شو بدي يصير؟ هذا إذا عدد لفات الابتداء أكبر من الثانوي، معناته الجهد الداخل أكبر من الجهد الخارج، صح؟ يعني هذا خافض من الجهد، هيك نوع المحول. فورا رافع للتيار، يا عيني عليكم، خافض الجهد لأنه نزل الجهد، لأنه مثلا أنت دخلت 1000 طلعت 200، شفت كيف؟ يعني هو قلل الجهد، لكن شو صار؟ رفع التيار. طيب يا سيدي، هسا أنت تكون عارف العلاقة، ترى هاي راح تفيدك. هسا أنت تكون فاهم العلاقة بين الجهد والتيار راح تفيدك. طيب الآن بلكي يا معلم كان عدد ملفات الثانوي أكبر من عدد ملفات الابتدائي، فورا أكيد جهد الثانوي أكبر من جهد الابتدائي، يعني جهدك اللي دخلته أصغر من الجهد اللي طلعته. طلع جهد الثانوي أكبر، يعني الجهد اللي طلع أكبر من اللي دخل، صح؟ معناته هذا رافع للجهد فورا. أنت عارف إذا جهد الثاني أكبر من الجهد الأول، معناته تيار الثاني أصغر من تيار الأول. يعني هو شو عمل؟ هو رافع للجهد، رفع الجهد، لكن شو سوى؟ خافض للتيار. فعليا كيف خافض للتيار؟ انت دخلت تيار متردد معين، التيار اللي طلع اصغر منه. يا عيني عليكم، هذا اللي بتشتغل عليه شركات الكهرباء. شركات الكهرباء بتقول لك مش انت بدك تضيع التيار لانه كبير. طب شو الحل؟ التيار قاعد بضيع لما انقله، قاعد بفقد كميه كبيره من الطاقه الكهربائيه خلال النقل، صح؟ وانا ما معي تكلفه اني اروح ازيد مساحه السلك، تمام؟ هم سلك بسيط وسرقينه من الكهرباء، شلون لو كان السلك عريض شو بصير؟ مصيبه. لان انت هم بيزيدوا المساحه فبقلل المقاومه، لانك انت عارف انها رو، لا، فهم لما يزيدوا المساحه بقلل المقاومه، بس التكلفه عاليه. احنا ما معنا نشبك سلك عريضه كثير، مساحتها كبيره، مساحه مقطعها. فقالوا شو الحل، شو الحل، شو الحل؟ قالوا الحل عندنا، بدنا نستخدم المحول وبنطلع جهد عالي جدا 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 200,000. فلما يكون الجهد عالي جدا 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 جدا، التيار شو بكون؟ قليل جدا جدا جدا، فتكون يعني تيار صغير جدا اللي ماشي، يعني كمية الطاقة بتفقدها اشي بسيط. بس الجهد عالي، الدور ما بتستقبل جهد عالي 200,000 فولت، شو بدنا نستقبل؟ قالوا لا، عنا الحل، احنا مش حطينا محول عند شركة الكهرباء، لما عطيناه جهد رفع له 200,000 فولت فصار التيار قليل جدا جدا جدا، فبيمشي مسافات طويلة. بس قبل ما يوصل الدار بنكون حاطين محول في المنطقة، هذا المحول بيخفض لك الجهد من 200,000 بيرجع لك يا 220 طبيعي، خلاص. هاي الفكرة، شفت كيف؟ يعني هم رفعوا الجهد عشان يقللوا التيار كثير فينتقل مسافات كبيرة، بس لما قرب للمنطقة خلاص خفضوا ورجعوا للوضع الطبيعي. بس عرفت شو الفرق بين المستمر والمتردد؟ المستمر ما بقدر اتحكم بشي، خلاص ضيع، باي باي، ما بيمشي مسافات طويلة. المتردد بقدر أرفع جهده بشكل كبير وأقلل التيار فبمشي مسافات كبيرة. الآن بنقدر نحكي لك إحنا مؤهلين إنه نشوف المسائل على هذا الموضوع. عرفنا أنواع المحول، رافع للجهد خافض للتيار، أو خافض للجهد رافع للتيار، ما في رافع رافع أو خافض خافض، غلط، ما في. طبعا هذا الحكي في حالة المحول المثالي بس. عند نقل الطاقة عبر مسافات طويلة تستخدم شركات التوليد الكهرباء أسلاك توصيل ذات مقطع عرضي صغير نسبيا، لأنه هيك أقل، يعني هو أقل تكلفة. فما أنت لما بدك تكبره وتكبر مساحة مقطع بدك تزيد نحاس، فبيطلع مكلف على الشركة وبدهاش تدفع. لكن هذا فبيصير هيك مقاومة كبيرة لأنه مساحته صغيرة والأسلاك طويلة كثير، فمقاومة كبيرة، يعني سلك طويل كثير والمساحة صغيرة فمقاومته كبيرة.
لكن هم كيف بده يقللوا الطاقة المفقودة؟ كيف يمكن تقليل الطاقة المفقودة؟ فهم شو قالوا؟ قالوا يا معلم نستخدم جهد محول رافع للجهد في محطات توليد الطاقة. مش انت بدك تولد طاقة كهربائية؟ طيب فانت بدك تستخدم محول رافع للجهد بيرفع لك الجهد لنحو طلع 230 ألف فولت. طيب هسا انت بدك نفس الطاقة تضلها محفوظة، بدك ترفع الجهد، فشو رح تقلل؟ التيار. يعني مش انت رفعته ل 230 ألف فولت ثابت قيمة، تمام؟ طيب مع ثبات قيمة القدرة شو بيصير للتيار؟ يخفض قيمة التيار في خطوط النقل لقيمة صغيرة 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 صغيرة، فينتقل هذا التيار خلال خطوط النقل تيار جهد كبير كثير لكن مقداره قليل التيار. فيك الله يعطيك العافية، تيار قليل عادي ما فرقت. الآن بنروح بنستخدم محولات خافضة للجهد قبل ما نصل للمنطقة السكنية، فبننزل هذا الجهد من 230 ألف فولت لوين؟ قبل ما نصل للأحياء السكنية بننزله ل 230 فولت. وقتها خلاص يعطيك العافية، يلا وزعه على الدور 230 فولت، وزع وربات كناف وطعمينك كهرباء. الآن المحولات المستخدمة هي بالأصل ما بتكون مثالية، لكن نحن نفترض رياضيا أنها مثالية، لكن مستحيل راح يصير في ضياع، مستحيل ما يصير، لازم يصير في ضياع. شو؟ فيش إشي مثالي بالدنيا، فحتى الآلات البسيطة ما في إشي مثالي، لازم يصير في ضياع. لكن يعني هسا أنا بدي أدخل 1000 جول أخسر 400 جول، يعني أوصل المنطقة السكنية 600 جول ولا أوصلها أنا بجيب 900 جول؟ بحكي لك والله 900، يعني خلي الطاقة المفقودة 100 ولا خلي 400؟ أكيد 100 أفضل. هاي الفكرة، يعني هم رفعوا الجهد عشان يقللوا الطاقة المفقودة، مش إنه خلوها صفر، لا. لكن إحنا رياضيا نفترض إنه محول مثالي، لكن هو فعليا على أرض الواقع ما في محول مثالي، لازم يصير فيه فقدان. تمام؟ إذ أن القدرة التي نحصل عليها من الملف الثانوي أقل من القدرة التي يزود بها الملف الابتدائي. ليش؟ دائما قدرة الملف الابتدائي بتكون أكبر من الثانوي. ليش؟ لأن الطاقة اللي دخلتها أنت أكيد رح تقل، رح يحدث لها فقدان، فرح تطلع من الملف الثانوي أقل. بس معناته الله يعطيك العافية هم نفس الدلتا تي نفس الدلتا تي، بس أنت بتعرف أنه الطاقة الداخلة أكبر من الطاقة الخارجة. وصلت؟ معناته القدرة الداخلة أكبر من القدرة الخارجة، يحدث فقدان للطاقة. كثر الله خيرك، هاي الفكرة. الآن بقدر أحكي لك أنا مهيئ لي أن أشوف المسائل وأحل المسائل وخلص أمورنا فل، شمع من ورا يا باشا خلص. طيب هات جيب لي هذا، خلينا نخف الحل، خلينا نخف الحل. طيب ممتاز، ما اقدر احكي لك، يلا بسم الله ونبدأ. محول كهربائي مثالي، شكرا لك، غششني انه مثالي. خافض للجهد، يعني بعرف ان الجهد الخارج راح يكون شو؟ اصغر من الجهد الداخل. يتصل ملفه الابتدائي بمصدر فرق جهد 240 فولت، هذا مصدر جهد متردد، هاي الدلتا في واحد. ويتصل ملفه الثانوي بمصباح كهربائي، اكيد انت الملف الثانوي تقدر تشبكه وشو ما بدك، تقدر تشبكه بمصباح كهرباء، بتقدر تشبكه بلابتوب، تقدر تشبكه بأي جهاز. نفس المحول هذا استقبل كهرباء البيت 230 مثلا، طلع لك 19 فولت، عادي جدا تشبك بأي جهاز، رايح شبكه بمقاومة، ممتاز. عدد لفات الملف الابتدائي 1200 إن واحد، وعدد لفات الملف الثانوي 30 فولت، هي إن اثنين. هسا أنت شو الفكرة اللي صايرة؟ الفكرة اللي صايرة كالآتي، يعني عدد ملفات كبير 1000، تمام، هي طلع كيفها؟ نفس الرسمة، هي هون، هي هون ملف ابتدائي شابكه بمصدر جهد قديش؟ 200 وقديش؟ 240 فولت، هيو تمام. عدد لفاته قديش معلم؟ عدد لفاته 1200، هذا عدد لفاته 30 لفة، نعم بناء على كلامه. الآن هي فرق الجهد الخارج ما بعرفه لسه مش معروف، لكن أنا شابكه بمقاومة. انت بتعرف ان المقاومه كونها مشبوكه على التوازي او هي المقاومه الوحيده راح تنسخ جهد فرق الجهد المتردد. يعني انا فرق جهدي كمثال بسيط، كمثال بسيط طلع مثلا، كمثال بسيط طلع 20 فولت، اعرف انه هذا راح ينسخني، راح يصير 20 فولت. طيب هسه بغض النظر، يلا احسب فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي، يعني احسب لي دلتا في 2. انيكم عارفين الحل، خلص فرطت، دلتا في 1 على دلتا في 2 تساوي ان 1 على ان 2.
دلتا في واحد بعرفها قديش 240 هيها 240 فولت يعني بتحط لي هون 240 على هذا مجهول دلتا في 2 مش معروف تساوي عدد اللفات في الملف الابتدائي 1200 عدد لفات الملف الثانوي 30 شكرا لك خلص فرطت المسبحة صفر مع صفر اختصرناه اعمل ضرب تبادلي صارت دلتا في 2 ضرب 120 تساوي 240 ضرب 3 لا تضربها خليها راح تقول لي على 120 على 120 صح دلتا في 2 تساوي فورا الصفر اختصرناها مع الصفر عادي في حاله الضرب 24 ضرب 3 12 مش زي الهبل تقعد تضرب لي فيها خلاص يا معلم 12 فيها 1 12 شو فيها 2 2 ب 3 6 فولت ترى شو سوى هذا المحول الخافض للجهد خفض للجهد من 240 ل 6 فولت من وين لوين من 240 ل 6 فولت شكرا لك بقول له انت قمر يا اخي 6 فولت صارت تمام يعني هي فورا فرق الجهد الخارج او الفرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي 6 فولت خافض للجهد خلاص هيك تاكدت احسب التيار في الملف الابتدائي ما بعرف غير بقاعده المحول المثالي مش هو مثالي نعم هي مثالي انت بتعرف في المثالي بي 1 تساوي شو بي 2 انت هاي عرفت القاعده خلاص انت عارف انه اي 1 في 1 تساوي اي 2 في 2 بناء على كلامك يا استاذ معاذ معنى هذا الكلام فورا اي 1 قديش والله يا استاذ بدي اتفرج بدي احكي انا لا معي تيار واحد ولا معي تيار اثنين بس انا معي جهد واحد ومعي جهد اثنين معي جهد واحد 240 ومعي جهد اثنين 6 فولت هل عندك امكانيه تعرف قديش تيار منهم اي واحد بقول لك اه انا عندي امكانيه مش طالبني تيار الملف الابتدائي طالبني اي واحد معناته انا بقدر اعرف اي اثنين طلع كيف بدي اعرف اي اثنين هاي يعني مش انت كان جهد هذا الملف قديش طلع مش طلع 6 فولت يعني جهد المقاومه 6 فولت صح ومعاك مقدار المقاومة خلص انت بتعرف يا معلم انه المقاومة عبارة عن الجهد التيار صح معنى هذا الكلام التيار المار في المقاومة عبارة عن جهد المقاومة اللي نسخته على مقدار المقاومة صح بالتيار هذا درس التيار اساسيات التيار ارجع للتيار اللي درسناه في الوحدة الثالثة الجهد بين طرفي المقاومة هو نفس جهد الملف الثانوي اللي هو 6 مقدار المقاومة هي معطيك مقدار المقاومة 2 اوم فطلع التيار 3 امبير هذا تيار المار في الملف الثانوي اذا شكرا لك تيار الملف الثانوي 3 جهده 6 جهد الملف الابتدائي 240 تياره مجهول مش معروف صح هيو بناء على كلامك تياره مجهول فعليا تياره مجهول مش معروف على 240 على 240 صح الامور صارت سلسه هيك انت بتقدر تحكي لي اي 1 تساوي 3 ضرب 6 على 24 ضرب 10 اس 1 صح طيب بالله شوي يعني خلينا نختصر ع 6 فيها 1 ع 6 فيها 4 صح طيب شو بدنا نسوي هسه تطلع 3 اوكي على 4 ضرب 10 اس سالب 1 شو اللي عملته هون بالضبط؟ استاذ مهاد كانت 10 اس 1 تحت رفعت لفوق صارت 10 اس سالب 1 الان انت شوف انا قاعد ببسط الامور انا قادر اني احكي لك يعني ضرب 25 ضرب 25 عشان تصير 75% يعني 0.75 ضرب 10 اس سالب 1 او على الاله الحاسبه خلص ريحوني عادي جدا 18 240 وخلصت القصه تطلع 0.075 امبير شوف التيار ما اصغره التيار الاول شوف التيار المتردد الداخل ما اصغره 75 بالالف يا اخوان 75 بالالف يا اخوان 75 بالالف امبير يعني عشان الخص المعلومات الجهد الاول 240 فولت قديش تياره 75 الف امبير طيب الجهد الثاني 6 فولت قديش تياره؟ والله يا استاذ معاذ تياره طلع معنا 3 امبير على ما اذكر. صح يا عين عليكم. شو نوع المحول هذا؟ طلع كان الجهد 240 خفضه والتيار كان صغير رفعه، يعني هو خافض للجهد كمان هو رافع للتيار، يا
عيني عليكم يا عيني عليكم يا عيني عليكم. بس هذا ملخص الحكاية بشكل كامل. الآن السؤال اللي بعديه، هل يعمل المحول المبين؟ طبعا أنا المحول المبين في الشكل إذا وصلنا هذا الملف الابتدائي بمصدر جهد مستمر، يعني أنا كنسلت هذا وقلت لك شو بدي إياك تحط لي؟ بدي إياك تحط لي بطارية عادية زي هيك. يعني طلع شو عملته؟ اللي عملته كالآتي، قلت لك تعال فورا امسح لي هذا، تمام زي ما بده كل الاحترام والتقدير. ورحت قلت لك تعال يا أستاذ معاد فورا شو حط لي؟ حط لي هون بطارية زيك. هل بيشتغل؟ بحكي لك لا. تعرف ليش لا؟ البطارية تولد تيار مستمر، التيار هذا المستمر لا يتغير، هو ينشأ مجال هنا لكن لا ينشأ قوة دافع حثية. بتعرف ليش؟ أو بمعنى آخر عشان أريح بالك، عشان أريح بالك، لا يحدث تغير في التدفق. بس شوف كيف بقول لك، لا يعمل في هذه الحالة لأن التيار المستمر عبارة عن تيار ثابت المقدار واتجاه، لذلك لا يحدث تغير في التدفق في الملف مين؟ الثانوي. يعني هسه شوف، ممكن عدد كبير من الطلاب يحكوا لي طب ما هو والمحادثة ومحادثة هنري واضرب اطرح، كلامك صح، ممكن يصير فيه هنا تغير في التدفق منه وفيه منه فيه، يعني عادي، يعني انه تياره ينمو اول ما سكرت المفتاح لحظة، شوف لحظية، وينمو هالتيار يدور يخترق مجاله ابصر شو يحدث تغير في التدفق خلال الملف، لكن لا يصل الملف الثانوي اشي. شوفوا كيف لا يصل الملف الثانوي، يعني هو فقط لحظيا لما تشبك بطارية هذا الاشي لحظيا. شو يعني لحظيا؟ يعني لحظة اول ما سكرت المفتاح ينشأ تيار حتى بعدين يروح فورا، او اول ما تفتح المفتاح ينشأ تيار حتى بعدين يروح فورا، ما بيظلوا دايما، وصلت زي المتردد ما بيظلوا دايما. يعني هون اول ما انت شبكت البطارية كان عندك مفتاح زي هيك مثلا، اول ما انت شبكت البطاريه سكرت المفتاح فورا اجى تيار حتى طلع زياده تغير في التدفق لحظيا بعدين راح، لا يبقى موجود دائما، يعني فقط هي لحظه فتح المفتاح ولحظه اغلاق المفتاح بس مش للابد. فهي مشكله التيار المستمر. فانت خذوها قاعده، اذا انت شبكت بدل على المحول بدل مصدر جهد متردد رحت حطيت مصدر جهد ثابت تمام او مستمر فورا، فرق الجهد بين الطرفين ملف الثانوي شو بكون؟ صفر، لانه لا ينشا قوه دافع حثيه بين طرفي الملف الثانوي. بس ممكن ينشا هون عادي زي المحادثه ما في مشكله ما لناش علاقه، لكن انا ايه هون الدلتا في 2 شو؟ صفر انتهى. تمام؟ هاي زي المحادثه بالصفي، ما لكش دخل هون، هذا زي المحادثه منها وفيها بس، ما بتصل لهاي ولا بتاثر عليها شيء. يعني هون يعني خلص، يعني هون لا تغير تيار. ويعني شوف قصدي انا انه ما صار تغير في التدفق وصل لهون. يعني التغير في التدفق في الملف، ملخص الحكاية، ملخص حكاية، التغير في التدفق في الملف الثانوي صفر، وبالتالي لا ينشأ تيار ولا ينشأ قوة دافع حثية ولا بطيخ فورا، لا تتولد قوة دافع كهربائية حثية في الملف الثانوي، فيكون دلتا في 2 الخارجة صفر. هذا الحكي فقط في حالة شبكته على بطارية، يعني مصدر تيار مستمر. طيب آخر سؤال نختم فيه حصتنا اليوم، في المحول المثالي تكون النسبة بين جهد الملف الثانوي وجهد الملف الابتدائي. طيب النسبة بين جهد الملف الثانوي وجهد الملف الابتدائي شو تساوي؟ طب أنا بعرف شغلة، أنا بعرف إنه V1 على V2 تساوي N1 على N2 صح؟ اقلب هاي بصير V2 على V1، ضريبة القلب بتقلب الطرف الثاني بصير N2 على N1. يا عيني عليكم، يعني V2 على V1 شو تساوي؟ تساوي N2 على N1، يعني مستحيل انه يساوي النسبة بين عدد لفات الملف الابتدائي والثانوي، يعني انه الابتدائي على الثانوي، لا غلط، ايضا مستحيل انه يساوي واحد، لانه الا اذا كان عدد لفات الملف الابتدائي نفس عدد ملفات الملف الثانوي، هيك صفت منك ومن المحول. ها شوفها، معناته يا النسبة بين تيارين ملف الثانوي والابتدائي، يا النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي والابتدائي، هي جيم هيها، النسبة بين جهد الملف الثانوي والابتدائي عبارة عن النسبة بين عدد ملفات الملف الثانوي والابتدائي اللي هي فرع جيم. طب ليش مش فرع باء؟ أنا بقول لك ليش. أنت أول شيء ما حكى لك محول، لا قال لك محول مثالي خلص كل احترام التقدير. I1 V1 تساوي I2 V2. اقسم على V1، اقسم على V1. صح؟ وخلص اضرب بمقلوب 1 على I2. اضرب بمقلوب 1 على I2، شو صارت؟ باي باي. باي باي صارت طلع V2 على V1 هيهم تساوي I1 على I2، I1 على I2، يعني طلع
في 2 على في 1 عبارة عن النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي وعدد لفات الملف الابتدائي، أو النسبة بين تيار الملف الابتدائي وتيار الملف الثانوي. مش زي باب يقول لك النسبة بين شوي بالظبط، لا سوري، هون بيقول لك النسبة بين تيار الملف الابتدائي وتيار الملف الثانوي. ماشي، بقول لك لا، باب بيقول لك النسبة بين تيار الملف الثانوي والابتدائي. يعني شو بقى قاعد بحكي لك إنه آي 2 على آي 1؟ لا، هون طلع لنا آي 1 آي 2، إذا بقى غلط. عرفتوا ليش؟ تعرف لو حكى لك يا أستاذي، تعرف لو حكى لك، هذا كويز لكم، لو حكى لك النسبة بين جهد الملف مش الثانوي الابتدائي، تمام، وجهد الملف الثانوي، رح يطلع عندك إجابتين صح، رح يطلع عندك باء صح ورح يطلع عندك دال صح. يعني زي كأنه بيحكي لك في واحد على في اثنين، شو رح تطلع؟ رح تطلع إن واحد على إن اثنين، تمام؟ تمام يا أستاذي. ورح يطلع كمان عندك آي اثنين على آي واحد، يعني تطلع عندك إجابتين صح بس. بإذن الله الحصة القادمة نستكمل ما تبقى من الأسئلة الإضافية والإثرائية. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسر أمركم ويكتب لكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.